الحبيبي موجود؟ نايم. نايم؟ خش صحيح. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ أنا لسه جاي من عند أدهم. فهمت. ما تكملش. أنت بكرة تروح تنسحب من المزاد. آسف. مش هنسحب من المزاد. بعد إذن حضرتك المزاد ده بتاعي ومش هسيبه. المزاد ده بتاع أدهم. واللي هياخده منه هيقتله. هو أنت ليه خايف من أدهم بالزيادة قوي كده؟ على فكرة أدهم ده لا هيقتل ولا هينيل، أنا كشفت سره خلاص. ده بقى حمضان. الناس بتخاف منه عشان وهم هو اللي عامله، هالة، لكن لو دخلت جواه هتلاقيه فاضي. ما فيهوش. هوا! أنا السوق كله مستنيني آخد المزاد ده. وبعد كده هفرم لك أدهم وهفرم اللي هيتشدد له كمان. أنت اتهبلت يا أد؟ أدهم ده خلاص لبس السوق كله في الحيطة، واللي هيدخل قصاده هو الخسران. واحنا مش ناقصين خساره. تمام، يعني انت كل اللي يهمك المكسب والخساره، صح؟ ماشي، سيبني اجرب، ولو خسرت اوعدك ان انا عمري ما اخش قصاد ادهم في حاجه تاني. انت تسمع كلامي وتروح تسحب التامين. مش هسحب التامين. وبعدين هو في ايه؟ انت مالك خايف منه قوي كده ليه؟ ها؟ هو معلم عليك ولا حاجه؟ ماسك عليك زله؟ ده كلب ولا يسوى؟ ده خانقني ومحسسنا ان احنا بهايم وهو اللي بيسوقها. في ايه يا يهدي؟ اهدى شويه. انا مش هتعصب عليك ومش هرد على الهرتله اللي انت بتهرتلها دي، لكن اياك اياك تكسر كلامي. معلش يا عمي، صلي على النبي كده. وانت بتعمل معايا كده ليه؟ على فكره انا اللي ابنك وده حقي، ما حدش شحتولي. انت طفى قصادي ولا ايه؟ انا عمري ما وقفت قصادك، بس لو هتحط أدهم في النص ما بيني وما بينك أنا آسف، هقف قصادك ومش هسكت أبداً. يا جماعة إحنا كده صوتنا عالي قوي. صوتنا بس؟ ده احنا اتفضحنا في السوق كله، بقوا بيقولوا علينا دلاتين المعلم أدهم، وكل ده بسببك أنت. أخلص. لا يا عمي. هتضربني؟ هضربك بالجزمة كمان. هتضربني أنا عشان كلب زي ده؟ أنا أقتلك وأخلص عليك. لا إيه ده؟ أنت بتعمل إيه؟ ترفع سلاح على ابنك؟ وأدفنك كمان. اسمع، أنا غمض عيني وأفتحها. الحكاية اللي بينك وبين آدم دي تكون خلصت خالص وما اسمعش بيها. أوعى بنت. ده لا يمكن يكون أب. معلش يا حبيبي، معلش. لا يمكن يكون أب. اهدى انت بس. لا لا معلش، هو اكيد ما يقصدش. اهدى عشان خاطر، اهدى بس بقى. ماشي ماشي يا مجدي. ايه يا اخوي، هو انت تغيب تغيب وتولعها حفلات وتيجي تقول لي عايزك ضروري؟ في ايه يا ست الناس ولا مولعها حفلات ولا حاجة؟ ده أنا فين وفين على ما بجيب حفلة للفرقة في أي حتة. المهم يعني قولي ازيك الأول، سلمي عليا. أهلا يا أخوي. سيبك أنت. أنا عايزك في مصلحة. خير. عايزك تغني في كباريه. كباريه؟ آه. ماله الكباريه؟ ده كباريه يا بنتي بيطلع نجوم. أنت اتجننت يا ده؟ أنا أغني في كباريه؟ عيب اختشي. وبعدين أنا عايزة أغني أه وأبقى مشهورة، بس مش لدرجة كباريه يعني، عيب. طيب انا هسيبك تدوريها في دماغك، بس ما تدورهاش كتير عشان ما تتعبيش. هي محتاجه منك كلمه واحده بس، يا اه يا لا، ويا ريت ما تبقاش لا عشان ما تخسريش كتير. هخسري بقى ان شاء الله. تخسري ايه يا بنتي؟ ده انت اخيرا هتستقري في شغلانه وتثبتي عليها، بدل حفلات الكسر اللي انت عماله تروحيها مع سارينا دي. ولا انت عاجبك يعني؟ اهو هتغني في مكان ثابت وفلوس كويسه وثابته. ولا انت ما تاخذنيش يعني، اكيد مش عاجبك الشحطاطة والمرمطة من سارينا للدار للست اللي كانت بتبنياكي زمان دي. سيبني برضك أشاور نفسي، ما
هو اللي خدع الدوشه صعب يفكر بالصوت الواطي. بص يا كيتي، انت زي اختي ومتربيه قدام عيني في بيت سرينا، يعني انا اضمنك برقبتي واضمن انك هتشرفيني ومش هتشت ويعارك يفلت. ولا انت فاكر ان انا ما اقدرش اجيب اي واحده تانية واخليها تغني في الكباريه بدل منك؟ لا طبعا تقدر. طبعا اقدر، وعارف ان اي واحده تانية ممكن يبقى صوتها احلى من صوتك مليون مره، بس الفرق بينهم وبينك ان اي واحده تانية اجيبها المحل وارد جدا من تاني ليله ليها في المحل تبيع نفسها بالرخيص لاي حد. اما انت بنت جدعه، مش هتبيعي نفسك بسهوله، مش هتفرطي في نفسك اصلا، وهتحافظي عليها كويس. ماشي يا هشام، سيبني افكر. ايه ده؟ انت جيت من بدري ولا ايه؟ ايه ده يا مجدي؟ انت جاي منين؟ انا جاي من زمان اوي، جاي من التاريخ، من 30 سنة. موضوع القتل ده احنا مش قفلنا عليه خلاص؟ انا كنت فاكر ان القتل هيحل المشكلة، محلهاش. الجرح لسه بينزف بقاله 30 سنة. لا ما تقلبليش عليك لفوق كده، لا 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 أنا مش عايزة أفتكر. يعني نسيت يا إنصاف؟ نسيت اللي حصل؟ إيه اللي حصل يا مجدي؟ إيه اللي مزعلك كده؟ الغلطة، الغلطة بتكبر ما بتصغرش. الدم ده إحنا ردمنا عليه في التراب، دفناه. أنا دفنت أخويا، دفنته في التراب، لكن دمه لسه حي، لسه حي، لساني بسمعه وبيبص لي. عملت المستحيل عشان اتفرد تربته، مفيش فايدة. الحي مش عايز يموت، حطيت له السم وجرعته له وقلبته له، لكن طمعت في ابنه والطمع اتعلق في رقبتي. انت لسه بتفكر في موت اخوك؟ ما انا جبت لك السن واديتهولك بايدي وقلنا خلاص ارتحنا، والواد كتبته باسمك. انسى بقى انه مش ابنك. يحيى مش عايز يبقى ابني، عمره ما كان ابني، بيكرهني، عايز ينتقم. انت عاوز تقتله هو كمان؟ المره اللي فاتت عدت خلاص. قلبي موجوع يا انصاف، يا ريتني سمعت كلامك وسبته، لكن من خبتي انا اللي لفيت بالعربيه ورحت جبته تاني. جبته عشان اربيه معايا، عشان اربي تعبان في بيتي، عملته على اني اب. طول عمره ما حبني، عمره. لا لا انا قلبي مش هيطاوعني اقتله، لا انا صحيح بكره اماني، بس موته هيأثر فيا، ضميري مش هيسمح لي. أنا اللي ربيت أخويا منير، أنا ما قتلتش منير عشان كنت بكرهه، لا، قتلته عشان كان مزاحمني في حياتي، كان مش مديني فرصة عشان أتنفس، قتلته عشان أتنفس. ابنه يحيى الآخر هو دلوقتي اللي خانقني ومش مديني فرصة عشان أسيبه يعيش. حاسب الواد ممكن يفتح الجرح كله، يمكن يقتلنا موته، يمكن يكشفنا. الجرح لازم يتكوي عشان الغرغرينا ما تدمرناش. انت عملت ايه بالمسدس ده؟ ولا حاجة. كنت عاوز تطلع بالجنونة؟ انا لسه عايز حاجة من يحيى. عاوز منه ايه؟ عايز حفيد، عايز حفيد.
اربيه بايدي، اعمل معاه اللي ما عرفتش اعمله معاه. هو ده الامل الوحيد اللي باقي لنا. لو عاوز حفيد يبقى لازم ترمي المسدس ده وتتصرف بطريقه تانيه خالص. ازاي يا انصاف؟ ازاي؟ ريح نفسك يا باشمهندس، ما تحرقش جاز في اول يوم عشان لسه عندنا شغل كتير، غير ان لسه عندك كليه. ما تقلقيش عليا يا ام سارينا، مش هعطل منك في نص اليوم يعني. وبعدين يما انا مش رايح الكليه النهارده. يعني ايه مش رايح الكليه؟ يعني انا غلطانه اني وافقت انك تساعدني؟ بص يا ابني، كلكم وكليه كوم، انت خلاص كلها شويه تبقى باشمهندس قد الدنيا. بص يما، انا دلوقتي محتاج فلوس باي شكل، ولا انت يعني عايزاني ارجع ابيع الهباب ده تاني؟ هي دي الفرصه الوحيده يا ام سارينا. ما تلويش دراعي يا ابن بطني، مش عشان قلت لك تسيب غسيل السجاد وتروح كليتك يعني ترجع تبيع برشام تاني. انا مش عايزاك تقصر في دراستك. امال خليتيني اساعدك ليه؟ هو انت اديتني فرصه افتح بقي معاك؟ غير اني عارفه بقى ان انت نفسك قصير ومش هتقدر تكمل اسبوع كمان. ما تقلقيش عليا، ده ابن ام سارينا. يعني ايه ما قلقش بقى؟ هو انا مش عارفاك؟ ده انت ابني. نفسك عزيز عليك من صغرك، ومهما كنت بتحبني ولا عايز تساعدني مش هتقدر تستحمل كسرة النفس. مفيش مهندس بيغسل سجاجيد وهيبقى مبسوط. عيب الكلام ده يا ام سارينا. طب يلا كمل شغلك بقى كده من سكات، ومن بكره ترجع كليتك وتبقى تساعدني لما ترجع. السجاجيد مش هتخلص في المنطقه، الشغل كتير وهتساعدني. حاضر يا ام. مبروك يا معلم يحيى. الله يبارك فيك يا معلم صابر. مبروك يا معلم حبيبي يا معلم ضو. صباح الفل. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا معلم يحيى. الله يبارك فيك. بقى كده برضو يا معلم تبقى آخر واحد يسلم عليا ويبارك لي، مع إني يا أخي كنت متخيل إن أول ما هيرسي عليا المزاد هلاقيك أول واحد بتسلم عليا وبتبارك لي وبتاخدني في حضنك. لا، ومش أي حضن، حضني فيه حميمية كده. معلش بقى، هنعمل إيه؟ أصل كان لازم الأول أقعد مع نفسي وأفكر وأعتبها. ليه؟ عشان لما كنا بنربيك أنا ومجدي ونعلمك أصول الشغلانة ونكبرك على كتافنا، نسينا نقول لك ما تعضش في لقمة غيرك، لأن غيرك ممكن تطلع سنة وحامية وياكلك. أنت عارف أنت مشكلتك إيه يا معلم أدهم؟ مشكلتك ان عينيك بطلت من زمان تشوف في السوق حد كبير، وبيصعب عليك نفسك قوي لما تلاقي حد بينصص معاك، وكأن الرزق ده بتاعك لوحدك مش بتاع ربنا. مش المعلم يحيى مجدي اللي يكبر على كتاف حد. انا بشتغل بفلوسي وفلوس ابويا، ولولايا انا كان صاحبك فلس من زمان. صاحبك؟ إذا كنت بتتكلم عن أبوك كده هتتكلم معايا أنا بالأدب؟ عموما خلاص، أنا مش هتكلم معاك لأن الكلام خلاص مات. ده غير إني مقدر بقى يعني إن البرشام بيخلي القرد يتنطط على كتاف اللي مربيينه. الله يبارك فيك يا معلم، وهارد لك، وان شاء الله المزاد اللي جاي يرسى عليك. ده طبعا لو انا ما دخلتش فيه. ويا ريت بعد كده كل قرد يلزم شجرته. ماشي، خليك انت، انا ماشي. يا صباح الفل، صباح الجمال. كنت خايف لا تكوني نايمة. صباح النور. طبعا صحي من بدري، صوتك مزقطت، ما تفرحني معاك. لا ابدا مفيش، اصل في مزاد النهارده رسي عليا فمخلي مزاجي حلو حبتين. طب وايه الجديد؟ ما انا عارفه ان كل يوم عندك مزاد بيرسي عليك. لا، المرة دي حاجة تانية خالص. المرة دي خدت المزاد من بق الأسد،
من بق راجل ما وراهوش غير انه بيبص لي في اكل عيشي وبس. عشان كده تلاقيني فرحان حبتين ان انا اديتهم له في جنابه النهارده. المهم سيبك انتي، انتي بتعملي ايه؟ ما تيجي نحتفل النهارده مع بعض بالمناسبه الجميله دي. افكر. والله تفكري؟ طب ماشي، عبال ما تفكري كده بقى اكلم حد تاني واعزمه على الغدا مثلا، وبعد كده ممكن نروح سوا حفله مثلا، او نعمل حاجه مجنونه مثلا يعني. يا سلام. عبال ما تفكري، مش انت عايزه تفكري؟ فكري بقى براحتك. طب وافكر ليه اصلا يا سيدي؟ ربنا يسعدك ويفرحك كمان وكمان. يعني مش هعرف اقصر عليكي. لا طبعا مش هتعرف. هو انت فاكرني عيله بضفاير؟ الحاجات دي ما تدخلش عليها خالص. طب يا ام الضفاير، انا مروح البيت اريح ساعتين وهروح نفس المكان والاقيكي هناك جاهزه ومستنياني. ماشي يا ام الضفاير؟ اوكي ماشي يا قمر، يلا باي باي. حبيبه حبيبه، عايزاكي بسرعه جدا تغيري هدومك عشان بابي هيعدي عليكي ويوديكي النادي. اوكي؟ حاضر. يلا. خير يا معلم، لقيت صبيانك سايبين لي خبر انك عايز الخير وهيجي ندير الخير طول ما انت طالع ابنك عليا من غير لجام. ولا كنتش يعني عامل نفسك مش عارف هو عمل ايه؟ لا عارف، ونبهت عليه والله انه ما تدخلش المزاد ده. انا خلاص قلت له مش ههددك تاني، بس هو بقى يستعمل اللي هيجراله. اعمل اللي انت عايزه يا معلم، انا نبهته مره واتنين وعشرة، غلبت فيه خلاص. ماشي يا كبير، انا قلت برضو اقول لك عشان ابقى راعيت الاصول على الاخر. الاخبار تمام يا دكتور؟ طبعا انا مش محتاج اقول لك يا دكتور انس، مش لازم تعمل مجهود النهارده خالص. طبعا انت مناعتك ضعيفه والكيمياء مؤثر عليك. هي المشكله يا دكتور ان مفيش اي حد من العيله عنده يعرف الموضوع. احنا طبعا عارفين ان كلام حضرتك صح. بقول لك ايه، انا بفكر اني اتحجج لحاله واقول اني مسافر سفريه شهرين مثلا في اي حد لغايه لما اخلص الكيماوي. انا مهما خبيت عليها كده كده هيبان عليا. طب شوف انتوا عايزين تعملوا ايه اعملوه، بس احنا لازم نلتزم بتعليمات اللي هي بعد الجرعات. طبعا انتوا دكاتره وفاهمين. تمام يا دكتور. طيب اي خدمات؟ ميرسي. طب استاذنكم. شكرا. اتفضل. اتفضل روح. اروح فين؟ انت قادر تسوق اصلا؟ انا زي الفل على فكره. انا لسه هروح اشرب قهوه في اي حته واعدي على البيت اخد حبيبه واديها التمرين. يلا. انا مش حزن عليك عشان عارف ان انت دماغك زي الجزمه، بس اللي هقوله لك انك بجد لازم تشوف حل في موضوع الاجازه اللي لسه قال عليها الدكتور. حاضر. من انا يا صفوت الطم. ايه ده؟ انت واقفه كده ليه؟ مفيش، مستنياك. مستنياني؟ طب اديني جيت. على فكره يا نسمه، انا مش بخونك،
ولو كنت بخونك عمري ما هخليكي تشكي. ليه بتقول الكلام ده يا يحيى؟ معرفش، حاجة حسيتها فحبيت أقولها. يا بنت أنتي متربية قصاد عينيا، متربية على إيدي، أنا اللي مربيكي. يعني لو ما كنتش حافظ شيطانك وعارف أنتي بتفكري في إيه، ما بقاش أنا يحيى. ولا إيه؟ طب شيطاني بقى ما قالكش أنا بفكر في إيه دلوقتي؟ إنك تتغدى معايا النهارده. والله يا حبيبتي أنا أتمنى، بس للأسف عندي شغل مهم أوي. أخص عليك يا يحيى، حرام عليك. أنا برضو مراتك وليه حق عليك. عشان خاطري وحياتي عندك، وحياتي عشان خاطري. حاضر حاضر يا حبيبتي. يا روحي أنت، ربنا يخليك. هروح أحضر السفرة. طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ حلمي؟ عبد الله؟ ازيك؟ انت بتعمل ايه هنا؟ ابدا، بساعد الحاجة هنا يعني. انت ايه اخبارك؟ ازيك يا طنط؟ عبد الله ياما زميلي في الكلية. اهلا يا ابني. اهلا يا ام. انت بتعمل ايه هنا؟ لا ابدا، ده انا كنت جاي انقل اختي الصغيرة هنا في المدرسة، بس ما لقيتش حد، بقى جالهم يوم تاني بقى. كويس، المدرسة كويسة، المدرسة كويسة. طب بص، عشان ما اعطلكش امشي انا دلوقتي، وابقى اشوفك بكرة في الكلية ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي. فرصة سعيدة يا طنط. هاتولي العيال دي. يلا اقعدي هنا، استنيني هجيلك على طول. Oh!
في ايه؟ ما بتاكليش ليه؟ لا يا حبيبي باكل بس الظاهر خدت برد في معدتي. سلامتك الف سلام. الله يسلمك. طب كملي اكلك شاركيني اللحظه يعني. مش قادره مش قادره مش قادره؟ بقى انا سايب شغلي ولاغي مليون الف ميعاد عشان اتغدى معاكي وبعدين في الاخر تقولي لي مش قادره؟ خلاص يا يحيى لو عايز تنزل انزل، ما تحسسنيش يعني ان انت قاعد معايا غصب عنك. يا ستي اكيد مش قاعد غصب عني، اكيد قاعد بمزاجي. عموما انا خلاص خلصت اكل الحمد لله. طب الهنا وشفا يا حبيبي. الله يخليك. اجيب لك فاكهه تاكلها؟ لا مش هلحق الفاكهه. يا دوب الحق معادي. ماشي يا حبيبي، هتتاخر؟ لا ما تهيأليش. وعموما لو عوزتي اي حاجه كلميني في التليفون وانا اجيبها لك معايا وانا جاي. ربنا يخليك ليا. ماشي حبيبتي. اه صحيح. ابقي خدي حاجه لبطنك دي. ما تسيبيهاش كده. ما تقلقش عليا انا هبقى كويسه. ان شاء الله. سلام. أنا واقعة من الجوع من صباحية ربنا ما كناش حاجة. قول أنت ياما أنا ماليش نفس. كان نفسي أقول لك اقطع اللي سد نفسك. بس خايفة أكون أنا اللي سديت نفسك بعد ما صاحبك شافك وأنت بتغسل سجاجيد معايا. هي ياما اللي أنت بتقوليه ده؟ لا طبعًا. لما بطنك تقرصك الأكل موجود محدش هياكله. اول ما كلمتيني قلت لك دغري انت بالذات ما اقدرش اتاخر عليك. وانا ما اقدرش ازعلك يا كيتي. ما تزعليش مني يا كيتي، انا اليومين دول في لخبطه جامده حاصله معايا. هو اللي يلاقي حد يحبه يقوم يعمل له لخبطه في حياته يا دكتوره برضك؟ اوقات بتحصل. وبعدين ما تنسيش موضوع السفر ده مش بالساهل. الله ربنا يسعدك يا رب يا دكتور ويفرحك يا كيتي يا حبيبتي. ايوه يا انصاف، ازيك عامله ايه؟ بقولك يا انصاف انا عايزه اشوفك ضروري جدا. لا 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 كله خير ان شاء الله. اوكي يا حبيبتي.